أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قصتنا الآن من سوق مطرح، والذي يعتبر أحد أشهر أسواق العاصمة العمانية مسقط، وهو المكان الذي يبدأ منه العمانيون استعداداتهم للاحتفال بعيد الفطر. سوق مطرح يا باسل يعد أحد أهم المقاصد السياحية في سلطنة عمان، يطلق عليه أيضا سوق الظلام بسبب كثرة الأزقة الضيقة التي تحجب أشعة الشمس خلال النهار. المزيد مع مصطفى سكح، نتابع. ها هو عيد الفطر يقترب، ويزداد إقبال العمانيين على الأسواق. هنا تتعدد مظاهر استعداد الناس بألوان من التواصل والفرحة. تابعونا لنصحبكم في جولة بواحدة من أشهر التجارب الممتعة في العاصمة مسقط، سوق مطرح القديم. هذا الطقم العماني ممتاز للعيد، حق العيد. خلتكم فرحانة شوية أول يوم. فرحانة به؟ ايوه. تعرف كل الشعب العماني يستعد للعيد قبل اسبوعين تقريبا، وفي ناس تشتري الاشياء قبل وقبل، يعني تعرف فرحه الاطفال باللبس الجديد والنعال الجديده. مو بس الاطفال، حتى الكبار. حتى الكبار يعني بدايه اخر ايام تشوف كل الناس زحمه، الشوارع زحمه، كل زحمه، كل واحد يحب يكون بثوب جديد في يوم العيد. صورة التسوق تسبق مشهد البيوت، وهي تتزين بالحلوى العمانية التي تكون على كل مائدة منزل أيام العيد. داخل البيت نحضر الحلويات طبعا، من أهم شيء الحلوى العمانية، ونحضر الحلويات في البيت. الأطفال نحضر لهم ملابس العيد وكل حاجة. طبعا الأطفال أهم شيء، لازم أهم شيء يعني نشر حق الأطفال، الفرحة تكون حق اليهال يعني الأطفال. العيد يعيد لهذا السوق ألقه الماضي، فيستعيد العمانيون معه ذكرياتهم ليمنحوا الصغير منهم والكبير أجمل الهدايا وأغلى الأماني. العماني لازم يستعد استعداد تام قبل العيد بثلاث أيام بأربع أيام بعد ما يطلع الراتب، وطبعا بتكون مشتريات هي كلها إلزامية للأطفال أول شيء وللعوائل. تفصيل الملابس الجديدة، شراء الكماليات، حتى يمكن الحين انتم شفتوا في السوق، السوق ما شاء الله نشط، تبضع، شراء البضائع، المنتجات العمانيه اللي هي المحليه، مستلزمات العيد مال طبخات واكلات ما شابه ذلك. وعند الصغار العيد فرحه. نحن يعني فرحانين بالعيد ونشتري سامان، يعني العامرات نشتري سامان حال العيد. ايوه. عامرة بأهلها حارات السوق القديم، فهي تضيف لعيد العمانيين بهجة وتبعث فيهم الفرحة. من مسقط لليوم على الحرة، مصطفى سكحال. شاهدينا بعد قليل عن نهاية سباق مسلسلات رمضان مع فاتن، هل نجحت الدراما الخليجية؟